هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القرى الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، في شبورة مائية صبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وسادتنا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس النهاردة. احنا طبعا الاحوال الجويه اليوم مستقره بشكل كبير في معظم محافظات الجمهوريه، تعتبر درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه لمثل هذا الوقت من العام او اعلى من المعدل بحوالي درجه، لان اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 23 درجه مئويه لفتره النهار. هنلاقي في زياده الفترات بتوع اشعه الشمس خاصه في المحافظات الداخليه، لكن المناطق الساحليه طبعا هتكون عليها الاجواء فيها سحب منخفضة متوسطة هتحمي جزء من أشعة الشمس، لأن اليوم أيضا متوقع أن يكون في فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد اللي هي المحافظات المطلة على البحر المتوسط على فترات متقطعة من اليوم، لكن في مجملها كلها أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية هنلاحظها في أماكن والأماكن الأخرى لا. الطقس فترة النهار هنحس إن هو طقس شتوي دافي تماما في معظم المحافظات الشمالية اللي هي السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد. طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ده فترات النهار. فترات الليل طبعا مع غياب أشعة الشمس بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة. هنلاحظ فرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل بيتجاوز العشر درجات في القاهرة الكبرى، بعض الأماكن الأخرى زي محافظات الصعيد بيتجاوز ال 15 درجة مئوية. هيظل طقس فترة الليل طقس بارد في اغلب الانحاء، ويمكن كمان المدن الجديده الاماكن المفتوحه المحافظات اللي فيها ظهير صحراوي بشكل كبير تحس بالبروده اكثر من المحافظات الداخليه. كمان اليوم طبعا تكونت شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه وادت انخفاض في الرؤيه الافقيه على الطرق، لكن هي سرعان ما هتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا ساعة بالكثير وهتبدا الشبوره المائيه تختفي تماما من على اغلب الطرق، تبدا الرؤيه الافقيه تتحسن. الشبوره المائيه هي الظاهره الجويه المؤثره معانا على مدار هذا الاسبوع. بالظبط على مدار هذا الاسبوع كله الشبوره المائيه هي الظاهره الجويه المؤثره بشكل كبير، وطبعا بتاثر على الرؤيه الافقيه على الطريق. فرص الامطار موجوده معانا ايضا على مدار هذا الاسبوع، لكن في مجملها كلها امطار خفيفه على السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري، مش هتمتد للمناطق الداخليه ومش هتاثر ايضا على اي اعمال انشطه يوميه. بكره ان شاء الله متوقع الثلاث يكون في ارتفاع. لسه كنت اسال حضرتك هل يكون في ارتفاع خلال الايام اللي جايه ولا هنستمر في هذه الدرجات؟ هو اللي عندنا الثلاث والاربع هيكون في ارتفاع مؤقت في قيم درجات الحراره، وخاصه يوم الثلاث احنا متوقع غدا العظمى على القاهره الكبرى تكون 26 درجه مئويه، الاربع تكون 24 درجه مئويه، ومره اخرى تعود للمعدلات اللي هي 22 درجه مئويه فتره النهار. فهيكون في ارتفاع مؤقت، لكن خلاص احنا نتعود في الفتره دي بعد شهر ثلاثة ان المعدلات خلاص بدرجات الحرارة ازيد من ال 20 درجة مئوية، او يعني المعدل الطبيعي 22 درجة مئوية. اغلب الايام هنكون حول المعدل او اعلى من المعدل. الفترة دي كمان بيحصل فيها تذبذب كبير في قيم درجات الحرارة، يعني ايام هنلاقي فيها ارتفاعات ملحوظة، ايام هنلاقي فيها انخفاضات في قيم درجات الحرارة. فمهم جدا بننصح كل السادة المواطنين استمرار ارتداء الملابس الشتوية، عدم الانخداع بالجو الدافي فترة النهار، لان ما زالت فترات الليل طبعا فيها برودة، تجنبا لنزلات البرد نستمر في ارتداء الملابس الشتوية حتى تستقر قيم درجات الحرارة. القيادة طبعا تكون بهدوء تام فترات الصباح الباكر مع الشبورة المائية، وطبعا نتابع النشرات الجوية بسرعة. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأها من القاهرة العظمى 23، الصغرى 15، العاصمة الإدارية 23 15، اسكندرية 21 13، العلمين الجديدة 21 13، مطروح 20 12، دمياط 21 13، بورسعيد 21 13، اسماعيلية 24 12،
السويس 23/13، العريش 22/12، كاترين 19/2، طابة 21/13، حلايب 25/18، شلاتين 27/18، شرم الشيخ 27/16، الغردقة 26/16، الفيوم 24/11، بني سويف 24/11، الوادي الجديد 27/9، أسيوط 25/10، سوهاج 25/11، قنا 27/13، الأقصر 28/13، وأخيرا أسوان 29/14. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس النهاردة، ما زالت الأجواء دافئة ومشمسة، وغدا هيكون في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، يمكن بقيم تتراوح درجتين لثلاث درجات، لكن نخلي بالنا إن في الليل الجو بيكون بارد جدا على أغلب الأنحاء. خلونا نرجع مرة تانية لشاذلي وجمان عشان نكمل معاك فقرة صباحية مصر. شكرا لك. شكرا لكم.